سلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض من ألذ وأطعم وأسهل الوصفات ملفوف البتنجان. طريقته سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. معايا البتنجان، يفضل يكون طويل كده عشان خاطر نعرف نلفه. بعد كده بقى بشيل الجزء اللي من فوق، مبقشرهوش زي ما هو كده. بنبدأ بسيب القشر عشان خاطر يبقى متماسك. الشرايح قد بعضها، هوريها لك سمكها دلوقتي قد ايه. بس الشرايح ايه؟ شرايح البتنجان اهي. بس بتسيب بقى تخلص دي من القشرة بتاعتها. بعد بقى ما قطعت كل شرايح البتنجان، عندي بقى كده المصفى، يبقى حاطه فيها باذنجان كده ورش عليه شوية ملح. لازم الخطوة دي بيمنع اللي هو يشرب زيت. واقلبه بقى واسيبه شوية ابش كده. لحشوة الباذنجان معاه نص كيلو لحمة مفرومة، حط عليها بصلاية مبشورة ومعصورة، حط عليها شوية ملح، ظبطي الملح والفلفل، شوية بابريكا، سبع بهارات، معلقة كده صغيرة سبع بهارات. تبقى خلطهم كويس جدا. بعد ما قلبتها كويس جدا، هاخد بقى الكفتة واللحمة المفرومة وابتدي اعملها صوابع. الحجم بقى اللي انت عايزاه، عايزة صوابع رفيعة أو تخينة متوسطة براحتك. خلي بالك ليه كمان بتكش شوية بعد التسوية. الكفتة كده تكون سخنة على النار من غير أي مادة دهنية، كده كده الكفتة بتسيح نسبة دهون كده. بقى الكفته نزلت الدهون بتاعتها ازاي، عشان كده قلت لك ما تحطيش اي دهون. تبتدي تتماسك وتاخد لون، نجيبها على الناحيه الثانيه وتسيبها تستوي. ما تاخدش وقت خالص في السلق. بعد ما سوينا الكفته نبتدي نقلي في الباذنجان. اللون ده بتاع البتنجان هو اللون ده حلو جدا، ما تغمقهوش عن كده. اخر حاجه بقى نعملها الصلصه. معايا حله فيها شويه زيت، حط عليكي 3 4 فصوص ثوم، هي بس تشويحه كده. هو يبدا يتشوح معايا. الثوم اهو بدأ يتشوح. بعد كده انزل بعصير الطماطم احط الملح، احط بقى كل التوابل والفلفل. طبعا انا هديها غلوتين بس، شوية شطة لو انت بتحبيها سبايسي، لو مش بتحبي السبايسي ما تحطيش الشطة. معلقة كده صغيرة بابريكا، تاخد غلوتين وغطي عليها. هنقفل الصينية بتاعتنا. بص الباذنجان عامل ازاي، نجيب اهي الكفتة فيها، ابتدي الفها بالشكل ده. اعملك واحدة كمان. بس عاملة ازاي، طريقة جديدة في التقديم وحلوة قوي. بس
الوشه كده. عندي بقى اي صينيه راح جايه رصه فيها كده لحد ما اخلص الصينيه كلها بالشكل ده. بقى بعد ما رصيناه بالشكل ده عندي بقى فلفل الوان او فلفل حامي، فلفل اخضر، وده اختياري. احط كده شرايح الفلفل، احط كمان معاه فلفل حامي. بقى برش على الفلفل الحامي كده وقلت لك ده اختياري. اخر حاجه بقى بضيفها الصلصه، قلت لك الصلصه انا قطعتها غلوتين بس. ادخلها بقى الفرن تكمل التسبيك بتاعها. حطيت عليها الصلصه بالشكل ده، ندخلها الفرن نشوفها بعد ما تخلص. كان الفيديو بتاعنا، اتمنى بقى يكون الوصفات اللي انا بقدمها بتعجبكم وبتنور ذوقكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.